الفن الفن عمري للفن. يا جماعة احنا وين يا اخي تويك؟ احنا وين توا؟ محليها الاجواء اليوم عجبتك انت عروسة؟ انا عروسة دمية دمية مش عروسة. شو الفرق بين الدمية والعروسة؟ لا فما فرق كبير. عروسة مؤنس والدمية مؤنس. والعروسة ايش لازمها؟ لازمها راجل. لازمها لازمها شنو صغرة تانية معناها ولا كيفية طبعا؟ توا رزينة الدمية رزينة تعمل فوق الأربعين كيلو والله خمسين أربعين في الزون هذيك. وإحنا نلعب ونصور ونفدلكو كاوش وش نعمل ديما نضحك ونلعب ولباس الحمد لله. مو مفرحوك الصغيرات ميسالش التعب مخلوف مخلوف الخمسين كيلو مخلوفين ميسالش مو يضحكوك الصغيرات ويعمل.
مرحبا بكم في رحاب مدينة الثقافة اللي اليوم العشية شفتوها كيفاش تعج فرحا وسرورا، وفيها اليوم ثلاثة معناها تظاهرات ثقافية هامة، فيها هذا المهرجان الرائع، فيها يعني معرض نتاع فن تشكيلي من دولة العراق الشقيقة، وبالطبيعة فيها مهرجان الأغنية التونسية. هكذا تونس نريدها محتفلة دائما بقيم الفن وبالجمال وبالمحبة. أنا سعيدة جدا لأشارككم افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أيام قرطاج لفنون العراس. من 11-18 مارس 2023، ماريونيت فن وحياة. التصفيق على الطلبة يعني اللي قاموا بصنع العرائس من تأثير الفنان تيودور بوريزو. Thank you my friend. Thank you. Thank you.